إذن هدول الـ useful states، هدول disallowed states. في عندي كمان states تعطيني zero output، أحياناً بحتاج أطلع zero output. فممكن لو هاي الـ waveform ما بدي إياها تكون fully on، fully on, fully plus و fully minus، بدي يكون الـ output zero، ممكن أشغل Q1 وQ3 يعطيني zero output، أو أشغل Q2 وQ4 يعطيني كمان zero output. فهدول الـ states خلينا نسميهم other states، اللي هي Q1 plus Q3 تعطيني V out of omega T يساوي 0 volt، و Q2 زائد Q4 تعطيني 0 volt. هذول بعطوني 0 volt. بحالة الدرايف سيستمز لو أنا بشغل عمالي محرك بقدر أعمل بريكنج على المحرك، بعمل كأني شورت على المحرك نفسه مش على السبلاي، فبقدر أعمل بريكنج على المحرك. لو إنه دي سي موتور في سيارة وبدي أعمل أهديه أخليه يهدى أعمل عليه بريكنج، بقدر أعمل Q1 وQ3 أو Q2 وQ4 مش مع بعض، فبعمل Q1 وQ3 بتعمل زيرو، بتعمل شورت على اللود اللي هون، بتعمل زيرو على اللود اللي هون. بحالة هاي بتعطيني زيرو. نعم ممتاز. حاليا احنا ما عم نقدر نتحكم بالفولتج، مش هيك؟ الفولتج اللي طالع بس في دي سي، مش قادر انا اتحكم بقيمته، مزبوط؟ اللي راح نشوفه بعدين في شيء اسمه البلس ويث موديليشن، بقدر اعمل شيء احسن من هيك، بقدر اغير قيمه هذا الفولتج باستعمال شيء اسمه بلس ويث موديليشن، بي دبليو ام. فبصير بضيف طريقة اسمها الـ PWM على هاي طريقة السويتشينج، لساني عم بعمل السويتشينج بحيث اني استطيع اتحكم بقيمة الفولتج اللي طالع وابدا اقترب من ساينوسويدال كارنت، ساينوسويدال كارنت في اللود او ساينوسويدال فولتج. بس هدول صار عندي 3 sets of states. Disallowed states بيعملوا له شورت سيركت، ولا في حالة من الحالات بصير هدول اعملهم. واصلا اذا انا طفيت Q1 ما لازم اشغل Q2 لحد ما اتاكد انه Q1 عمل وقف يعمل كوندكشن. فلازم ونفس الشيء اذا انا طفيت Q3 وبدي اشغل Q4 لازم اتاكد انه في فتره زمنيه بينهم بحيث انه اتاكد انه Q3 بطل يعمل كوندكشن قبل ما اشغل Q4. لازم يكون في فتره زمنيه بينهم بحيث انه واحد منهم يعمل يوقف كوندكشن قبل ما الثاني يشتغل، عشان اتاكد انه ما يصير في عندي هاي كرنتس او شورت سيركت كرنتس. هدول ديس الاود ستيتس، هدول يوسفول ستيتس، هدول راح يعطوني البلس في دي سي والماينس في دي سي. وهون صار عندي بدايات الاي سي، اي سي سيجنال هي سكوير ويف صحيح لكنها اي سي. طبعا هذه فيري هاي ان هارمونكس لانها هاي مش ساينوسويدال ويف فورم. راح نشوف شو يعني هاي ان هارمونكس. هذه مش ساينوسويدال ويف فورم، هذه سكوير ويف، وهذه لانها سكوير ويف هي بتحتوي 50 هرتز، بتحتوي 150 هرتز، بتحتوي 250 هرتز، 350 هرتز، 450 هرتز، كل الاود هارمونكس موجوده فيها، فيها ساينوسويدز لهم فريكونسيز عاليه. الاذر ستيتس ممكن يكونوا احيانا مفيدين لانهم ممكن يعطوني زيرو. فممكن لو انا الويف فورم هاي ما بدي اياها بهذا الشكل، لو بدي ويف فورم بهذا الشكل لو بدي اغير شكل هاي الويف فورم شوي، بدل ما تكون هيك بدي فتره منها تكون اوف زيرو، ممكن اعمل شيء زي هيك. خلينا نستعمل ازرق عشان يكون شبيه اللي هناك. هاي عندي 10 ملي سكندز، 20 ملي سكندز، 30 ملي سكندز، 40 ملي سكندز. شوفوا شو راح اعمل هون، بدل ما اعمل سكوير ويف تكون عرضها 10 ملي سكند، شو راح اعمل؟ راح اقدمها شوي من هون واخرها شوي من هون. راح اعمل شيء زي هيك، مثلا 1 ملي سكند في دي سي 1 ملي سكند. كيف استطعت اطلع زيرو هون وزيرو هون وزيرو هون؟
هون واضح ايش ايش بدي اشغل حتى اطلع هون بنحط هون Q1 وQ4 مضبوط هون حتى يطلع معي هذا شو لازم اشغل Q2 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 لكن هون انا مطلع زيرو مين اللي بيطلع لي زيرو شغلها بالاربعة لا بصيرش اشغل اربعة اذا شغلت الاربعة صار عندي disallowed state بشغل واحد من هذول باخذ واحدة من هذول الكومبينيشنز خلينا نشتغل على Q1 وQ3 فلو شغلت هون مثلا Q1 Q3 مثلا صار عندي هون الاوتبوت زيرو Q1 Q3 او Q2 Q4 هذول الزيروز بقدر اعمل هيك هل شكل الويف فورم هاي ضل سكوير ويف؟ بس اختلف شوي هون هاي سمحت لي اني اعمل هاي نسميها كوازي سكوير ويف مش سكوير ويف كوازي سكوير ويف بس تحكمت فيها غيرت شكل الويف فورم باستعمال هذول هل لازم نحكي عن الدايودز